اهلا بيكم مره تانية. يمكن عندي مجموعه كبيره جدا من الاخبار وفي كواليس جوه النادي الاهلي وجوه نادي الزمالك. وانتم عارفين النادي الاهلي بيستعد للمباراه الجماهيريه جدا جدا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم بعد حوالي 3 ايام مع النادي الاسماعيلي في ديربي يعود مره اخرى للكره المصريه. الكل ينتظر هذا اللقاء الجماهيري جدا ما بين الاهلي والاسماعيلي في كلاسيكو جديد من كلاسيكيات الكره المصرية، زي ما بنتكلم على كلاسيكو مثلا البرنابيو مثلا في الليجا الإسبانية مثلا ريال مدريد مع برشلونة. النهاردة احنا بنتكلم على الأهلي والإسماعيلي، الأهلي والزمالك، الزمالك والإسماعيلي. دي كلاسيكيات الكرة المصرية إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، مباراة جماهيرية إن شاء الله، جماهيرية على الأقل في التلفزيون، يعني في التلفزيون على الأقل نتابع هذا اللقاء الجماهيري ما بين النادي الأهلي وما بين النادي الإسماعيلي. في حين أن نادي الزمالك زي ما أنا بقول لكم هتكلم الأول على الزمالك بحكم أن الزمالك عنده مباراة بكرة. هتكلم فنيا بس بعد ما اقول لكم القرارات اللي جات لي دلوقتي لمجلس اداره نادي الزمالك، لان هناك امر قد يهم جماهير نادي الزمالك جدا الفتره القادمه. ليه؟ لان المجلس برئاسه المستشار مرتضى منصور عايز يعمل حاجه جديده من نوعها في نادي الزمالك، استغلالا لمكان نادي الزمالك الاستراتيجي في قلب القاهره. ألا وهو إيه بقى يا سيدي؟ اللي عارفين نادي الزمالك كويس جدا، أنتوا عارفين نادي الزمالك له كذا كذا بوابة. في من جامعة الدول العربية، أنتوا عارفين نادي الزمالك استغل في الفترات السابقة في التاريخ يعني الحديث يعني البوتيكات اللي هي كانت المصدر الرئيسي للدخل في نادي الزمالك بالإضافة لبعض المصادر الأخرى، وكانت البوتيكات ديت بتدر وقتها عائد يمكن بعد كده ما لبش طموحات المجالس اللي بعد كده، لأن كانت الفلوس قليلة جدا، وفي في بوتيكات يعني كانت القيمة اللي تعاقد عليها كان فيها بعض المجاملات. بس الكلام ده قبل طبعا قيادة بمنتهى الأمانة المستشار مرتضى منصور، اللي كان دايما حتى لما مسك في الفترة وفي الولاية الأولى كان دايما حتى كان بيقول أنا شخصيا إن هو مهتم جدا بالملف دوت، علشان هو عنده قناعة إن مكان نادي الزمالك بيجيب ممكن يجيب دخل عالمي، يجيب دخل كبير جدا يخليه أغنى نادي في مصر. وكان فتح ملف البوتيكات ومين اللي بيدفع من اصحاب البوتيكات والكلام دوت، وبعد كده تولى هذا الامر احمد مرتضى منصور، لان طبعا هو رجل القانون ويعلم ايه اللي عارف ايه اللي للزمالك وايه اللي على الزمالك. اللي قدامنا ده احمد مرتضى منصور، وبرده مشي في الموضوع دوت، وقصه برده الاعلانات اللي هي الاوت دورز اللي خارج اطار نادي الزمالك. النهارده احنا بنتكلم على بعد جديد المستشار مرتضى منصور عايز يعمله، ولو ده حصل كده الزمالك سيصبح اغنى نادي في مصر. هتقولوا لي ازاي؟ ده مش معناه ان انا مع ولا ضد، انا بقول لكم اللي هيحصل كمذيع، انما انا سيبكم ان انا مع ولا ضد، لان انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، وانا بتكلم اللي انا شايفه. يعني في انتوا عارفين الممر بتاع من جامعه الدول، ممر معروف باسم ممر لابوار، ده بيدخل منه الاعضاء وكده، ده عباره عن شارع كده داخلي بيدخلك كده على نادي الزمالك ورا مدرجات الدرجه الثالثه. المكان دوت شارع كبير يعني، ده لوحده بتاع 10,000 متر كله على بعضه كده، بتدخل بعد كده على نادي الزمالك بيبقى شمالك ملعب نادي الزمالك، الملعب الشهير ملعب حلمي زامورا التاريخي، وفي بعض الناس زعلانه من الموضوع ده، بس انا اقول لكم الموضوع للاخر وانتوا برضو تحددوا. بتخش على نادي الزمالك المكان دوت زائد ملعب نادي الزمالك، القصه دي كلها حوالي 55,000 متر، المساحه دي كلها 55,000 متر. قرار مجلس اداره نادي الزمالك النهارده واحد، موافقة جماعية من مجلس إدارة نادي الزمالك على طرح مزايدة علنية، على طرح مزايدة علنية على حق استغلال، على حق استغلال 55,000 متر داخل نادي الزمالك تشمل ملعب حلمي زامورة وملاعب الناشئين. ورا ملعب حلمي زامورة في ملاعب الناشئين اللي لسه معمولة، وهناك مناقصة عالمية لإنشاء استاد الزمالك الجديد في 6 أكتوبر. تشكيل لجنة تتولى تأسيس نادي الزمالك الاجتماعي ب 6 أكتوبر، تتكون من كابتن أحمد سليمان، المهندس هاني زادة،
المستشار احمد جلال ابراهيم، رحاب ابو رجيله، المهندس مصطفى عبد الخالق، ودكتور حازم ياسين، واحمد مرتضى منصور، يعتبر المجلس كله علشان يعملوا المبنى الاجتماعي والنادي الاجتماعي لنادي الزمالك في 6 اكتوبر اللي هو الفرع الجديد لنادي الزمالك. وهناك مناقصه عالميه لانشاء استاد نادي الزمالك الجديد في 6 اكتوبر، والقرار الاهم ان هناك موافقه جماعيه من مجلس، ده قرار تاريخي على فكره، يعني ده ما حدش فكر فيه قبل كده، هو قرار تاريخي في مضمونه بغض النظر انت معه ولا ضده كمشجع وكمحب او كعضو جمعيه عموميه لنادي الزمالك. هذا قرار تاريخي لو حدث، ان ملعب حلم زموره مش هيبقى موجود، ان ملاعب الناشئين مش هتبقى موجوده، ان الشارع اللي انا بقول لكم عليه دوت، الجزء ده كله هيطرح لمزايده علنيه بمساحه 55,000 متر لحق استغلاله، يتبني بقى فيه مولات، يتبني فيه محلات، يتعمل فيه مدينه تجاريه، ايا كان القصه، لان المكان ده كبير جدا، والمكان ده عظمته ان هو في قلب المهندسين. المكان ده غالي جدا، المتر في المهندسين زي ما انتم عارفين غالي جدا، واي ايجار هناك غالي جدا، واي تمليك هناك غالي جدا، والمساحه 55,000 متر. يمكن احمد مرتضى منصور اللي هو المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره نادي الزمالك في تصريح ليه هقول لكم دلوقتي، انه تم تقديم عرض من احدى الشركات السعوديه لاستغلال مساحه 55,000 متر مقابل، اسمعوا الرقم، استغلال مساحه 55,000 متر مقابل 2 مليار جنيه و200 مليون جنيه، يعني 2 مليار و200 مليون جنيه، على ان يدفع مقدما 300 مليون جنيه، وان تتولى هذه الشركه السعوديه بناء ملاعب للتدريب بديله لفرق القدم واليد والسله والطايره في فرع 6 اكتوبر. يعني التمرين بتاع نادي الزمالك بيبقى في ملعب حلم زموره، تمرينه الناشئين بتبقى في الملاعب، ملاعب الناشئين في الملاعب اللي ورا ملعب حلم زموره، كل الملاعب دي هتبقى في 6 اكتوبر، والشركه اللي هتستغل ال 55,000 متر وهتدفع مثلا 2 مليار جنيه هتعمل ملاعب قبل ما تستلم الملاعب القديمه، الملاعب اللي هو حلم زموره والمساحه دي كلها، يعني تعمل هناك الملاعب الاول في 6 اكتوبر وبعد كده تاخد اللي ليها في نادي الزمالك، ولن يتم تسليم ارض النادي بالمهندسين قبل تسلم الملاعب البديله، واضاف انه سيتم طرح المزايده والمناقصه في عده دول على ان تتولى التنفيذ شركات لها سابق خبره. هل الشركه السعوديه ديت هي اللي هتعمل الموضوع دوت، ولا في مزايده علنيه زي ما القرار بيقول؟ لو في مزايده علنيه علي وانا علي، تيجي بقى شركه اماراتيه، تيجي شركه سعوديه، تيجي شركه بقى ايا كان بقى ايه جنسيتها، شركه مصريه وتستغل ال 55,000 متر. هذا قرار تاريخي. ده قرار مش عادي، وقرار يعني انا سمعت بيه من يومين بالظبط، من احد المسؤولين داخل نادي الزمالك، واستبعدت الامر بشكل شخصي انا كاحمد جمال، يعني بعيد عن ان ده حصل فعلا. قلت معقوله حلم زموره وفي ناس مرتبطه جدا بالتاريخ بقى وحلم زموره وتاريخ نادي الزمالك، هنا مجلس اداره نادي الزمالك فكر تفكيرا عمليا في مصلحته في مستقبل نادي الزمالك ماديا، وبهذا الامر هذا المبلغ الذي سيدخل لنادي الزمالك ده رقم تاريخي. لو دخل لنادي الزمالك مثلا مبلغ 2.5 مليار جنيه، ده لو اتحط وديعه بس يصرفوا على كل النادي، ومن هنا نادي الزمالك يقدر ان هو يجيب افضل لعيبه، يقدر يعمل كل حاجه، وفكره ان اللعيبه دي هتتدرب فين، هو بيقول لك خلاص انت زعلان ليه؟ انا همرنهم في 6 اكتوبر. هوديهم من 6 اكتوبر يتمرنوا كان قدم، يعني هتبقى الملاعب ملاعب نادي الزمالك في 6 اكتوبر. كان زمان يقول لك ياه هو لسه هيروح 6 اكتوبر، ده 6 اكتوبر خلاص ايه؟ يعني يقول لك دي فركه كعب خلاص يعني، والنادي الاهلي عمل النهارده فرع في الشيخ زايد، والنادي الاهلي عمل في مدينه نصر، والنهارده ناشئين النادي الاهلي برضو كانوا بيتدربوا زمان لو انتم عارفين في الجزيره، النهارده ناشئين النادي الاهلي بيلعبوا وبيتدربوا في مدينه نصر، هي هياها اللي يوديهم مدينه نصر في اخر الدنيا يوديهم 6 اكتوبر، ويبقى تدريب نادي الزمالك في 6 اكتوبر. وكان ايام ممدوح عباس كانت لعيبه الزمالك الناشئين اللي بيتمرن على الاسفلت، واللي بيروح يدور له على تمرينه مش عارف في مركز شباب زينهم، واللي بيروح الضرب الاحمر، واللي بيروح امبابه مركز شباب امبابه علشان يتدرب. النهارده هيبقى في ملاعب في 6 اكتوبر، ولاعبي نادي الزمالك الناشئين ولاعبي الفريق الاول وكره السله والطايره
والالعاب الجماعيه هيتمرنوا في الملاعب البديله اللي هتعملها الشركه في 6 اكتوبر. طبعا هذا القرار ممكن يتعمل عليه استطلاع راي داخل الجمعيه العموميه لنادي الزمالك وداخل جماهير نادي الزمالك، هل جماهير نادي الزمالك هترضى بهذا الامر؟ طبعا في النهايه مجلس الاداره اللي بيقود، وفي النهايه مجلس الاداره بيقول ايه، احنا هنعمل كذا واحنا شايفين ان ده الصالح العام لنادي الزمالك. ممكن المبلغ وممكن فوائد هذا القرار تصب في صالح جماهير نادي الزمالك، وكتير من الجماهير هتبقى حابه جدا الموضوع دوت، وحابه ان نادي الزمالك ينتعش انتعاشه ماديه ما حصلتش في تاريخ نادي الزمالك، لان الزمالك جاله رموز كبيره جدا ورموز ماديه يعني لها ثقل مادي. بس هي القصه كلها ان مثلا كان المهندس حسن ابو الفتوح الله يرحمه كان راجل غني، فكان مثلا كان يطلع من جيبه، بس هو راجل الزمالك مش هيرتبط براجل، مش هيرتبط براجل غني زي بعض الانديه برضو الثانيه اللي ايه عاش الملك مات الملك، لو الراجل ما طلعش فلوس النادي ما بقاش معاه فلوس فالنادي يفلس. النهارده الزمالك عايز يبقى معاه مبلغ يوديه لبنك من البنوك، يبقى وديعه يصرف على نادي الزمالك بهذا المبلغ الكبير جدا، مبلغ ضخم جدا، 2 مليار جنيه ولا 2.5 مليار جنيه، ده مبلغ كبير جدا. فهذا القرار قرار تاريخي. ايه اللي هيحصل بقى الفتره اللي جايه؟ انا ما اعرفش، بس هو القرار ده لسه ما فيش من شويه، ولسه جايبه لنا زميلنا عبد الحكيم علي زميلنا المجتهد، والراجل جاب لنا القرارات ودي لسه قرارات طازه جدا جدا جدا. برضو من ضمن القرارات النهارده اللي خدها مجلس اداره نادي الزمالك اعتماد عقد المدير الفني الجديد ده باشيكو ومساعديه. باشيكو بياخد 48000 دولار، انطونيو ناتالي اللي هو المساعد بياخد 7000 دولار، يعني كده 55000 دولار هما الاثنين، والراجل بتاع الاحمال بياخده 6000 دولار، يعني كده انت بتتكلم في حوالي 61000 دولار الطقم الاجنبي كله على بعضه، وانتوا احسبوها بقى بالمصري كام. كابتن اسماعيل يوسف 35000 جنيه، كابتن محمد صلاح 30000 جنيه، كابتن ايمن طاهر 15000 جنيه، وكابتن حماده انور 10000 جنيه. ده النهارده اعتماد لعقد المدير الفني الجديد، وزي ما انتوا شايفين هذه القرارات لسه جديدة جدا، وهذه القرارات مهمة جدا 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 لمحبي وعشاق نادي الزمالك. جده ممكن يلحق الكونفدرالية، النهائي بتاع الكونفدرالية، وليد سليمان مكسر الدنيا، هيجدد ولا مش هيجدد؟ ايه الاخبار جوه النادي الاهلي؟ النادي الاهلي هيعمل ايه ان شاء الله الفترة اللي جاية؟ عندنا حوارات كتيرة قوي وعندنا كلام كتير جدا هنتكلم عنه زي ما احنا متعودين في شارع النهار في سهرة معاكم عبر النهار رياضة، ومعانا النهاردة الناقد الرياضي الصريح والجريء والمحترم الاستاذ ياسر قاسم بعد الفصل.